الأستاذ مصطفى القما عضو لجنة الإعلام الوطنية التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد. تأتي هذه الوقفة الاحتجاجية اليوم بمراكش يوم 11 يونيو تزامنا مع مجموعة من الوقفات الاحتجاجية عبر ربوع الوطن، احتجاجا على الأحكام الظالمة الصادرة في حق زملائنا وزميلاتنا الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، حيث قضت محكمة الاستئناف مؤخرا بتأييد الأحكام ابتدائية في حق 20 أستاذا وأستاذة منهم الأستاذة نزهة مجدي التي تم تأييد عليها حكم ظالم مفاده 3 أشهر نافذة مع كامل الأسف، مما يبين الوضعية المزرية للأساتذة والأستاذات المفروض عليهم التعاقد، بحيث أنه في الوقت الذي كان أن تذهب فيه الحكومة نحو تسوية هذا الملف إلا أن مع كامل الأسف تتجه في اتجاه المزيد من الاحتقان في قطاع التربية والتعليم، بحيث أننا نلاحظ اليوم عوض الاهتمام بالأستاذ والأستاذة وتحسين وضعية الأستاذ والأستاذة نجد على أن الحكومة تتجه في اتجاه ضرب مكانة الأستاذ والأستاذة من خلال محاكمة الأستاذ والأستاذة. المكان الطبيعي للأستاذ والأستاذة هو القسم والمؤسسة التعليمية وليس أمام المحاكم وفي السجون مع كامل الأسف. إذن في هذا السياق تأتي هذه الوقفة الاحتجاجية، كذلك في سياق مواصلة نضالنا المشروع ضد التعاقد المشؤوم، حيث يبين الواقع الملموس اليوم على أن كل الشعارات التي كانت تعمل بها وزارة التربية الوطنية ما هي إلا أكاذيب وأضاليل، وعلى أن الواقع يبين على أن وضعية الأساتذة المفروض عليهم التعاقد هي وضعية هشة، ولعل ما يؤكد هذا الأمر ما صدر مؤخرا من مباريات داخلية في قطاع التربية الوطنية التي حرم منها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من خلال إضافة مجموعة من الأمور على مستوى المعايير التي تتم لانتقاء الأساتذة لشغل بعض المناصب في إطار المباريات الداخلية، الشيء الذي يبين على أن وزارة التربية الوطنية مستمرة في إطار تشغيل بالتعاقد، وما مختلف التسميات التي تنمق بها إلا من أجل تضليل الرأي العام الوطني. إذن في هذا السياق تأتي هذه الوقفة الاحتجاجية التي قلت تتزامن مع مجموعة من الوقفات الاحتجاجية على المستوى الوطني، حتى نرسل منها مجموعة من الإشارات، أولها أنه لن نتخلى عن أي أستاذ وأستاذة، وكذلك على أننا مستمرين في معركتنا النضالية رغم كل ما يحاك ضدنا، لا سواء من سرقات من الأجور ولا كذلك من متابعات وتوقيفات وأحكام جائرة. فبالتالي نريد الرسالة التي نريد أن نوصلها لكل من يهمه الأمر على أننا مستمرون في إطار المطالبة المطلبين العادل والمشروع المتمثل في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية إسوة بزملائنا القدامى، لأنه هذا الشيء عادي وبالأمس القريب كان مكسبا وتم حرمان الأساتذة والأستاذات منه. فبالتالي على وزارة التربية الوطنية إعادة النظر في الأمر، وعلى الدولة المغربية عامة إعادة النظر في الأمر، لأن التعليم شيء حساس وشيء مهم، وتقدم الدول يقاس بتقدم مستوى التعليم، ولا يمكن أن نتكلم عن تقدم التعليم في ظل وضعية هشة للأساتذة والأستاذات. سمير العشاق عضو مجلس الجهوي التنسيقي الوطني المفروض عليه التعاقد، يأتي هذا الشكل النضالي تنزيلا لخلاصة المجلس الوطني الأخير الذي كان عن بعد بعدما تم إدانة 20 أستاذ وأستاذة بأحكام صورية لا لشيء إلا لأنهم يطالبون بحقهم في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، أحكام وصلت إلى حد نافذ في حق الأستاذ الزمجي لا لشيء إلا لأننا نطالب بإسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية. هذا الحق الذي لا يمكن أن نتنزل عليه ولا يمكن أن نتراجع قيد أنملة على مطلبنا. مطلب إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية لا يعني المطلب
ديال النظام الأساسي الجديد الذي تحاول الوزارة إخراجه وتحاول أن تلتف حول مطلبنا بإخراج نظام أساسي خارج الوظيفة العمومية بمضامين تبدو في الواقع أنها تراجعية. لذلك التنسيقية ما زالت مستمرة في الشارع، ما زالت مستمرون إلى حين إسقاط هذا المخطط الذي يهدف إلى القضاء على المدرسة والوظيفة العموميتين. شعارنا هو الاستمرار في النضال، نضال متواصل حتى إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية. لذلك هذا الشكل النضالي جاء ردا على هذه الأحكام السورية. سنستمر في مطالبنا العادلة المشروعة إلى حين تحقيقها، إلى حين أن نسقط هذا التعاقد وتحيي النضالي. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.